السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله اليوم عندنا موديل جديد، موديل ديال الوليدات الصغار. يعني اليوم غنخيطوا هذا الموديل اللي قدامكم في الصورة في قياس ديال 6 سنين. خليكم معايا، نبداو على بركة الله. أول حاجة كناخدوها هي العبارات، يعني كنكونوا واخدين العبارات الأساسية اللي يكونوا عندنا هي الكتاف والدورة ديال الصدر والدورة ديال الحزام والدورة ديال الحوض والطول ديال الكم والطول ديال على حساب ديك لافيست فين غنديروا الطول ديالها والطول ديال الصاية. هادو هما العبارات اللي ضروري خصهم يكونوا عندنا. نبداو على بركة الله. أول حاجة غناخدوها، ناخدو الباترون غنديرو فيه خط ونديرو هنا زاوية قائمة. دابا هنايا غناخدو العرض ديال الكتاف اللي عندنا. انا هاد العبار عندي فيه الكتاف 28 سنتيم، غنقسمها على جوج غتجينا 14 سنتيم. هاد العبارات اللي غنديرو هنايا في الباترون ما فيهاش العبارات ديال الخياطة، الخياطة عاد كنزيدوها من بون نفصلو الثوب. عندنا في العنق 5 سنتيم، غنحطو من هنايا في الكتف بجوج سنتيم. كما قلت لكم هاد العبار ديال 6 سنين، يعني عبار ديال وليدات الصغار، كنهبطو لهم غير بجوج سنتيم. هذا اللي كنديروه دابا على الخلف. هنايا في العنق نهبطو بسنتيم ونص وغنديرو هاد الدورة هاكا ديال العنق. من هنا لهنا غنهبطو بالطول ديال القامة، يعني فين عندنا في الحزام، يعني من الكتف حتى الحزام عندنا فيه 25 سنتيم. هاد الخط يكون عندنا الخط ديال الحزام، واضح؟ دابا هانتوما ناخدو هاد المسافة من هنا لهنا نقسموها على زوج بهاد الطريقة. كنديرو هنايا نقطة، هذا هي اللي هنا نديرو فيها العرض ديال الصدر. أولا كاين اللي كياخد العبار ديال الكتف هو اللي كيعاود يهبط به من هنا، يعني من الفوق كنهبطو به. كنديرو هاكا مثلا عندي 14، كنجي تاني من هنا كنهبط ب14 كنحطها. أولا كناخد هاد المسافة وكنقسمها على جوج نفس الطريقة، بجوجهم كيخرجو لنا عبار واحد. كناخدو هنايا خط. دابا ناخدو هنايا العبار ديال الصدر شحال عندنا. عندنا فيه 18 سنتيم، هي 17 تو بعدا نزيد سنتيم ديال الخياطة. دابا هنا 17 في الحزام، عندي 16 سنتيم. دابا هانتوما هاد 17 مع هاد 16 نلاقيوهم. لافيست تبقى لكم كيف ما قلت لكم على حساب الطول اللي بغيتو. هنايا راه جينا مع الحزام نيشان، يعني غتجي قصيره بالنسبه لهذا الموديل اللي عندنا. غنهبطو بواحد 12 سنتيم تقريبا، يعني كيبقى هذا الطول ديال لافيست اختياري. انا نهبط ب 12 سنتيم غتجي تقريبا قريبه للحوض هكا. هنا غناخدو العبار ديال الحوض اللي عندنا، عندنا 18 سنتيم هي. دابا نلاقي هاد النقاط مع بعضياتهم. دابا بقى لنا هنايا غير التركيز. التركيز بغيتو ديرو هاد الخط هاكا من هنايا وتجو النص ديالو وتدخلو بواحد نص سنتيم وكتلاقيو هاكا وكدورو. اولا اللي عنده هاد المسطره وبغى يدير بها بحال هكا كتجي حتى هي، نتوما غتجيبو من هنا وتدورو، اللي كتسهل. المهم هذا هو الخلف. دابا غندوزو نخدمو الامام. الامام كيف حاله ما عندنا حتى شي اختلاف فيه، هو ان العنق غنزيدو نهبطو فيه هنايا واحد 5 سنتيم وغنزيدو هنايا تقريبا واحد 3 سنتيم على حساب الصدايف اللي يكون عندنا هنا الامام. هانتوما دابا نكمل على هاد الخطوط اللي عندي باش نرسم الامام. نتوما هنا لهنا خديت 18 سنتيم باش تبقى ليا الزيادة من هاد المستطيل ولا نخدم فيه الامام.
نفس كيف قلت لكم نفس العبارات اللي خدينا في الخلف غنديرهم في الامام. عندنا هنايا 5 سنتيم، هنايا 14 سنتيم، هنا في الامام غنهبطو ب3 سنتيم في الكتف، هنا غنهبطو ب5 سنتيم، الصدر عندنا فيه 17 سنتيم، الحزام 16، الحوض 18. هاي النقطة دابا نلاقيو هاد النقط مع بعضياتهم. هنايا الأمام كيكون شوية داخل على الخلف، يعني كنزيدو واحد جوج سنتيم، كناخدو هاكا المسافة النص ديالها وندخلو بجوج سنتيم وغنقادو التقويرة ديالها. هذا هو الأمام. هنا كيف قلت لكم غنزيدو على حساب الصدايف اللي عندنا، نزيدو جوج سنتيم وهذا هو الأمام وهذا الخلف. أمام خلف قياس ديال 6 سنين. دابا ندوزو نقطعوهم وندوزو نحطوهم على التوب. هانتوما هما قطعناهم، دابا قبل ما نحطوهم على التوب نصايبو الباترون ديالكم، يعني باش يسهل علينا الخدمة. أول حاجة هانتوما ناخدو هاد المستطيل اللي عندنا هنا ديال الورقة هو اللي نخدمو عليه. الطول ديال الكم عندنا فيه 38 سنتيم، هي 38 سنتيم. ناخدو العرض غير من هنا من التركيز، تلتاش سنتيم ونزيدو عليها، المهم هانتوما 13 سنتيم، غندخلو هنايا ب5 سنتيم، هي هادي كتجي فيها نيشان. غنديرو هداك الخط اللي كنديروه العادي هنايا، ونجو النص ديالو هنايا، غنخرجو بسنتيم وهنا ندخلو بسنتيم، يعني النص ديالو هنا ونص هنا. هنايا كنشوفو العرض ديال الراس ديالكم شحال ما بغينا فيه، نديرو فيه 10 سنتيم، نلاقيوهم بهاد المسطرة. هذا هو الكم، بغيتو تزيدو تعرضوه شويه من هنا ديك الساعات كتخرجوا بحال هكا. نقطعوه وندوزو للتوب، نحيدو الخلف هو الاول ونوريكم كيفاش نخدمو الامام. دائما كنحاولوا بحال هاد التوب هكا ما نخلوش ضايع هنا بزاف، خليو غير السنتيم ديال الخياطه ونثبتوه باش لو بقى لنا شي طريف مزيان راه نحيدو نخرجو به حاجه واحده اخرى، ما بقاش نضيعو التوب. دائما كل ما نضربو بالمقص نقادو التوب مزيان ونحاولوا ما نضيعوش. انتما دابا نقطعو الخلف، خليو السنتيمات ديال الخياطه، هانتوما هذا هو الخلف، ها هو دابا واجد. ندوزو نصايبو الامام، هانتوما الامام كيف قلت لكم ناخذوه بهذه الطريقه، نثبتو كنخليو الزياده من هنا، من بعد كنجيبو من هنا من هذا الحرف نطويوه لتحت
كيكون فايت لينا هنا الكتف تقريبا واحد جوج سنتيم، ومن هنا راه على الحرف فهمتونا، شفتو من هنا على الحرف. وانا نوصلو معاكم وتشوفو هنا كنفصلوهم مضوبلين على ربعة. هانتوما هادي تتبقى هي الكارنيتور ديال الامام. دابا ما نخلوهاش عريضة بحال هكا، كنحاولو ندوروها شوية من هنا ونهبطوها. العرض كيبقى على حسب الاختيار، ما نخليهاش عريضة بزاف، نخليها تقريبا واحد 6 سنتيم. دابا هادي كتسهل علينا الخياطة بلا ما عاد نلصق وحدة أخرى معاها. هانتوما دابا هاد الكارنيتور تجينا مطوية هكا، وملي غنلصقو الكول، الكول غيجينا داخل الوسط مفينين داخل. هذا الخلف وهذا هو الوجه. دابا غادي نلصقوا الكول من بعد غيدخل في هذه البلاصه هنا في الكارنيتور من الداخل. دابا غندوزو نفصلوا الكمام. كنحطوا الثوب هكا على، كنحطوا الباترون على الثوب مطوي على زوج، كنثبتوه حتى هو. وكنقطعو ليه وكنخلو السنتيمات ديال الخياط. دابا هذا راهكم واحد، غنصايبو لكم الثاني كيف حالو. من بعد غنلاقيو الكتاف وغنعبرو الدوره ديال العنق شحال فيها ديال الامام والخلف، باش غنفصلو عليهم عاد الكول، باش كيجينا العبار مقاد حتى كنلاقيو الكتاف هاد كنعبرو عليهم. من بعد ملي نلاقي الكتاف نوريكم كيفاش غادي نعبروهم. هاد الجيست نفصلو ليها الدوبلور، من الاحسن نفصلو الدوبلور قبل ما نبداو نخيطو، يعني كتكون عندنا هذيك البياسه اللي فصلناها كنحطو نيشان على هذاك الدوبلور وكنقطعو على قد نيشان كتكون ناقصه غير واحد شويه في الطول، باش ملي كنطوي هذيك الطويه ديال هكا يعني ديك لوغلي ما كيبانش لينا الدوبلور من التحت. وبالنسبه لكم حتى هما نفس الشيء، تنفصلوا على قدهم نيشان و تيكون ناقص غير الطول، يعني تنقصوا على حساب داك لوغلي اللي زدناه، يعني الا كنا زايدين واحد جوج سنتيم كنقصوها، كنا زايدين ربعة كنقصوها، كيبقى على حساب هذاك لوغلي اللي زايدين. وبلي غنساليو الفصاله ديال الدوبلور كندوزو نخيطو. وهاد الامام كنحيدو هذيك الكارنيتور اللي فصلناها زايده، هذيك كنقصوها من الدوبلور ديال الامام، يعني هذا هو الاختلاف اللي كيكون في ما بين الامام والخلف. الخلف تيكون ناقص غير شويه في الطول، والامام كيكون ناقص هاد الكارنيتور. انتما خليكم معايا تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نفصلها، وان شاء الله التتمه ديال الفيديو غنديرها لكم في الفيديو اللي من مورا هذا، باش ما يجيش لكم الفيديو الطويل. غندير لكم الطريقه ديال الخياطه والفصاله ديال الكول.